مرحبا بكم طلابنا في هذا الدرس بعنوان تقسيم قطعة مستقيمة أو تقسيم المسافة ما بين نقطتين بنسبة معينة. في هذا الدرس سوف نبحث في مفهوم تقسيم قطعة مستقيمة من الداخل. كيف يعني تقسيم قطعة مستقيمة من الداخل؟ يعني أنا إذا كان في عندي قطعة مستقيمة طرفاها على سبيل المثال النقطتين A و B، وكانت C نقطة تنتمي إلى القطعة المستقيمة AB، يعني موجودة ما بين النقطتين A و B، عندئذ النقطة C سوف تقسم القطعة المستقيمة بنسبة معينة. كيف ذلك؟ طبعا التقسيم راح يكون نوعين، تقسيم من الداخل وتقسيم من الخارج. أولا لنبحث في مفهوم التقسيم من الداخل، انظروا جميعا إلى الصورة الموضحة لديكم. لدينا القطعة المستقيمة AB، هذه القطعة الموضحة لديكم، قطعة مستقيمة طرفاها النقطتين AB، وكانت C نقطة تنتمي إلى القطعة المستقيمة AB. C متوضعة هنا، يعني تقع داخل القطعة مو خارجها، لذلك سمي التقسيم من الداخل. انظر القطعة المستقيمة لها طول، C توضعت هنا. في هذه الحالة طلابنا C سوف تقسم القطعة المستقيمة، نعم، في فكرة ناقصة انه بجهة A او بجهة B. طبعا لنعتبر ان C تقسم القطعة المستقيمة بجهة A بالنسبة M على N. انا عندما اقول C تقسم القطعة المستقيمة AB من الداخل بجهة A بالنسبة M على N، اقصد بذلك ان طول القطعة CA على طول القطعة CB يساوي M على N. ما هو M وما هو N؟ أليس لكل قطعة مستقيمة طول؟ لدينا طول القطعة المستقيمة CA وليساوي العدد M، وطول القطعة المستقيمة CB يساوي العدد N. عندئذ لما النقطة C تقسم القطعة المستقيمة AB من الداخل بجهة A بالنسبة M على N، عندئذ CA على CB يساوي M على N. انظر إلى التعريف، إذا كانت لدينا AB قطعة مستقيمة موجودة في المستوى الإحداثي طرفاها النقطتين A التي إحداثياتها X1 فاصل Y1 و B النقطة التي إحداثياتها X2 فاصل Y2، وبفرض أن النقطة C التي إحداثياتها XY هي النقطة التي تقسم القطعة المستقيمة AB من أين؟ من الداخل، وبجهة A بالنسبة M على N، وأنا أريد إحداثيات النقطة C، إحداثيات نقطة التقسيم. عندئذ إحداثيات نقطة التقسيم طلاب تعطى بالقوانين إكسات C، يعني الإكس تساوي M بX2 زائد N بX1 على M زائد N، الوايات M Y2 زائد N Y1 على M زائد N. انتبهوا إلي جميعا، الفكرة مو سهلة. لدينا AB قطعة مستقيمة موجودة في المستوى الإحداثي، الطرفين هما النقطتين A التي إحداثياتها X1 فاصل Y1 وB التي إحداثياتها X2 فاصل Y2، وبفرض أن النقطة C التي إحداثياتها XY هي النقطة التي تقسم القطعة المستقيمة AB من الداخل، يعني من جوا، من جوات النقطتين A وB، مو بس هيك، وبجهة A، التقسيم بجهة A بالنسبة M على N. أنا عندما أقول التقسيم بجهة A يعني CA على CB يساوي الM على N، يعني البسط بدي يكون في النقطة A والمقام بدي يكون في النقطة الأخرى. البسط سوف يقابله M والمقام سوف يقابله N. انظروا طلابنا جميعا،
ام نقطتين ان، هذا مقصود به خط كسر. وانا يعني هيك الكتاب رمز له بهالرمزات، نحن راح نمشي على رموز الكتاب. لاحظ التقسيم من الداخل بجهة A يعني CA على CB يساوي M على N. يعني لما يكون التقسيم بجهة A، عندئذ إحداثيات النقطة A هي X1 فاصل Y1، النقطة الأخرى B سوف تكون إحداثياتها X2 فاصل Y2. وعندئذ طلابنا إحداثيات نقطة التقسيم يعني إحداثيات السي، إكسات السي، الإكس تساوي أم بإكس 2 يعني إكس البي، مو تقسيم بجهة الأي، معناته إحداثيات البي هني إكس 2 واي 2، أم بإكس 2 زائد أن بإكس 1 اللي هي إكس الأي على أم زائد أن، وايات نقطة التقسيم أم واي 2 زائد N Y1 على M زائد N. انظر لما يكون التقسيم بجهة A، عندئذ CA على CB أو BC يساوي M على N. إذن لما يكون التقسيم بجهة A من الداخل بجهة A، عندئذ طول القطعة CA على طول القطعة CB يساوي M على N، أو CA نقطتين CB يساوي M نقطتين N. يعني هدول النقطتين بيعبرني عن خط الكسر. واضح طلابنا ما هو مفهوم تقسيم قطعة مستقيمة من الداخل؟ واضح طلاب؟ أستاذ بس الM والN شو بيمثلوا؟ الام انظري انا اقول سي تقسم اي بي من الداخل يعني من جوات النقطتين اي بي بجهة اي، يعني الام هي طول القطعة المستقيمة سي اي، الان هو طول القطعة المستقيمة سي بي. اذا انا بدي اخذ درجات للقياس، طبعا هالشيء راح يتوضح من خلال الامثلة. انظروا الي جميعا، مثلا انظروا الى المثال. اذا كانت سي، اذا كانت النقطة سي تقسم اي بي من الداخل بجهة اي بنسبة 2 على 3، معناته السي اي طولها 2 والسي بي طولها 3، يعني سي ا على سي بي يساوي 2 على 3. اعيد، اذا كانت من خلال هذا المثال النقطة سي تقسم القطعة المستقيمة AB من الداخل بجهة A بنسبة 2 على 3، عندئذ انظر CA على CB يساوي 2 على 3. لاحظ هذا التقسيم من الداخل بجهة A بالنسبة 2 على 3، معناته القطعة من نقطة التقسيم إلى الطرف A تساوي الM اللي هي 2، القطعة من نقطة التقسيم إلى الطرف الآخر هي تساوي الN اللي هي 3. وضحت يا آنسة كيف يكون التقسيم من الداخل بجهة؟ هل توضحت الفكرة؟ طيب أستاذ إيش الفرق من جهة A ومن جهة B؟ إذا كان التقسيم من جهة B، عندئذ السي بي هي الـ والسي A هي الـ N. إذا بدي يكون التقسيم من جهة الـ A، معناته الـ A هي الـ X1 Y1. إذا بدي يكون التقسيم من جهة البي، البي هي الإكس واحد واي واحد. اللي بيكون من جهته هو بدي يساوي الأم، يعني من نقطة التقسيم للطرف هو الأم، ومن نقطة التقسيم للطرف الآخر هو الأن، يعني من نقطة التقسيم للنقطة اللي هي من جهتها هي البسط، ومن نقطة التقسيم إلى النقطة اللي هي بالطرف الآخر هي المقام. انظري إلى هذا المثال أيضا، بدي أغير المسميات. إذا كانت النقطة جي، بدي أغير المسميات. إذا كانت النقطة جي تقسم القطعة المستقيمة بي كيو، إذا كانت النقطة جي تقسم القطعة المستقيمة بي كيو من الداخل بجهة بي بنسبة 1 على 2، يعني انظري التقسيم بجهة البي،
معناته البي جي هي الواحد والجي كيو هي اثنين، يعني بي جي على جي كيو تساوي الواحد على اثنين. إذن الجي بي أو البي جي على جي كيو تساوي الواحد على اثنين. خلاصة كلامي، إذا التقسيم بده يكون بجهة النقطة ما، معناته هاي النقطة إحداثياتها إكس واحد واي واحد، والنقطة الموجودة في الطرف الآخر إحداثياتها إكس اثنين واي اثنين.